معكم خديجة بن علال مختصة في التغذية. اليوم جيت نهضر على نقطة مهمة واللي هي الناس اللي يكسروا صيامهم اللي يبداو بالتدخين ويبداو بالتبغ غير يأذن المغرب. علاش هاد العادة السيئة؟ اليوم راح نتكلموا عليها وراح نتكلموا على البدائل نتاعها، كيفاش نقدروا نتخلصوا من هاد العادة السيئة. لازم نعرفوا انه خلال فترة الصيام الجسم نتاعنا يكون فقد الكثير من المياه، فقد الكثير من البروتينات من خلال تحليل العضلات، فقد الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولازم كي يجي وقت الإفطار لازم نعاودوا نمدوله كل الأمور اللي فقدها. الآن بالنسبة للأشخاص اللي غير يأذن المغرب يروحوا يبداوا بالدخان هذاك بالتبغ ولا بالسجائر، لازم نعرفوا انه الشهية تاعهم راح تنقص بالبزاف، لانه التدخين راح ينقص الشهية، وبالتالي الصائم ما راهوش راح يتناول كمية طعام كافية للجسم نتاعو باش يعاود يسترجع كل هذيك الامور اللي فقدها خلال الصيام. فلما نحبسوا الشهية نتاعنا الصائم راح يتناول كمية قليلة، وبالتالي راح يدخل الجسم نتاعو كمية قليلة جدا من الفوائد، كمية قليلة من البروتينات ومن المعادن، وبالتالي هنايا راح يصيب انه خلال شهر رمضان الطاقة عنده راح تنقص لانه ما راهوش يغذي في الجسم نتاعو، راح يفقد الكثير من الوزن لانه رمضان وحده هو راح يخلينا نفقد الوزن، وبالتالي هو راهو يزيد لها هذيك التناول تاع التبغ على الافطار اللي راح تنقص له الشهية، وبالتالي راح تزيد تنقص له من الوزن، وخاصة كي يخرج رمضان كي يخلص شهر رمضان راح يشوف انه فقد الكثير من الوزن، بالاضافة الى انه راح يحس بالكثير من التعب بالكثير من الخمول. علاش؟ لانه ما غذاش الجسم نتاعو بطريقة جيدة خلال رمضان. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، كما نعرفوا انه التبغ السجائر ولا كل انواع التبغ هي مواد سامة، يعني الانسان يكون صايم نهار كامل يكون الجسم نتاعو محتاج يعني يستنى في المغرب باش يمدلو الامور الجيدة اللي هي المعادن والفيتامينات، فالانسان اللي يدخن راح يمد مواد سامة، راح يدخل المواد السامة للجسم نتاعو، وبالتالي هنايا الجسم نتاعو راح يسبب تراكم الكثير من المواد السامة اللي راح تسبب له الكثير من المشاكل الصحية خلال رمضان وبعد رمضان أيضا. كل هذا التراكمات راح تبان على شكل مشاكل صحية. قلنا التعب أول حاجة راح يحس بالكثير من التعب، ثانيا راح يكون عنده الكثير من فقدان الوزن، ثالثا ارتفاع ضغط الدم، رابعا راح يكون عنده مرض متعلق بالجهاز التنفسي واللي هي الرئتين، راح تقيس له الرئتين وكل المناطق المتصلة بالرئتين. ننصحك أنه ما تبداش مباشرة بالتدخين ولا التبغ، يعني خذ مهلة، خذ فترة أنك تتناول بعض الطعام. أعلم أنه الموضوع صعب عليك شوية لأنه هذا التدخين راح يسبب لك فيه إدمان، ولكن حاول أنك ما تمشيش مع المشاعر نتاعك، حاول أنك تاكل القليل من الطعام، ورمضان أيضا فرصة ذهبية أنك تقلع على التدخين وعلى تعاطي كل هذه الأنواع تاع التبغ. إن شاء الله هيكونوا النصائح هذو فادوكم. لحقنا لنهاية العدد تاع اليوم، تلقوا في أعداد أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء.